الدولة العراقية الحمد لله منعت النقل الجائر ووفرت طيارات وباصات حديثة ومكيفة لنقل حجاج بيت الله الحرام من الديار المقدسة إلى أرض العراق. يعني وهاي مبادرة حلوة وممتازة. إحنا اليوم نشهد بهاي الفترة توافد حجاج إلى بيت الله الحرام، فاليوم نثني على عمل الوزارة كونها وفرت وسيلة نقل للحجاج، وفرت طائرات فكان تنقل بها يعني مجاني، أيضا وفرت إلى مدينة كربلاء إلى النجف وفرت نقل مجاني للحجاج. فإحنا بهذا العمل نثني على الوزارة وعلى هذه الخطوة الإيجابية. الناس لازم تنظر للأمور ليس بنظر مادي فقط، بنظر يعني وطني، بنظر إنساني. هاي الناس تروح كلها حبا لله وحبا بآل البيت، فالمفروض يعني يتساهلون مع الناس ولا يستغلوهم في هذا الطريق. كل عام وأجواء السعادة سائدة والبيئة ملائمة بعيدا عن المظاهر الشاحبة والأماكن الفارغة. شوارع غابت فيها الحركة بسبب أشعة الشمس اللاهبة، وخطط للنقل الداخلي وأخرى للتفويج الخارجي، تناقلات هنا وسفرات هناك، حجاج وسياح يبحثون عن توفير أجود الخدمات بأقل الأثمان، جهود استثنائية استنفرتها وزارة النقل، فهل كانت على القدر الكافي لتحقيق رضا المستفيدين؟ وفي الجانب الآخر شركات سياحية وهمية بعروض خيالية تحتال على السياح وتهدر أموالهم بطرق ملتوية. من هي هذه الشركات الرسمية؟ وكيف يكون شكل الشركات غير المرخصة في العراق؟ غابت الرقابة، فضاعت البوصلة، فهل هناك من يعيدها؟ أم أن النصب سيبقى أداة استغلال المواطن باختلاف الأساليب؟ أهلا بكم من جديد. محور حديث ملفنا الأول راح يكون مع مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل السيد ميثم الصافي. حياكم. حياكم الله. كل عام وانت بألف خير إن شاء الله من العايدين. إن شاء الله لكم وجمهور قناة الأيام، نتمنى لكم يعني سنة يعني سعيدة، وأيضا تقبل الله طاعاتكم بمناسبة يعني عيد الأضحى المبارك. علينا وعليك إن شاء الله وعلى جميع المسلمين. بداية نتحدث من الأرقام، ما الأرقام التي سجلتموها لعملية نقل الحجاج؟ بالتأكيد أنه وزارة النقل وضعت خطة لعملية نقل الحجاج، كان هناك إعلان عن هذه الخطة في مطار بغداد الدولي بحضور السيد وزير النقل وكذلك السيد وزير الداخلية وأيضا السيد رئيس هيئة الحج والعمرة وأيضا مدراء عامين الشركة العامة للمطارات، إدارة المطارات وأيضا الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية. هذه الخطة تشمل أنه يكون هناك نقل لـ 19 ألف مسافر مع إمكانية زيادة العدد إلى 24 ألف. بالتأكيد تم تفويجهم باتجاه المدينة المنورة وكذلك مكة المكرمة من خلال يعني طائرات الخطوط الجوية العراقية باعتبارها الناقل الحصري لهذا الموضوع. أيضا كان هناك نقل بري شاركت به الشركة العامة للمسافرين والوفود من خلال باصاتها، وأيضا تم يعني عملية التفويج بنجاح. شنو أصعب الأمور التي واجهتموها خلال نقل المسافرين والتفويج إلى المدينة المنورة؟ بالتأكيد أنه وزارة النقل خلال عملية العمرة يعني مو الحج اللي بدأت من شهر 10 و9 عام 2023
وانتهت مع بداية التفويج باتجاه الحج، كانت تضيف خبرة إلى كوادر وزارة النقل سواء بالمطارات وكذلك الخطوط الجوية العراقية. نعم. استطعنا أن نكون يعني نحقق إيرادات عالية بالنسبة للشركة، وأيضا نجحنا بعملية التفويج اللي فيما يخص العمرة. أما فيما يخص الحج فهذا الموضوع أصبحنا اليوم إحنا به من المحترفين طبعا، سواء كوادرنا بالشركة العامة الخطوط الجوية العراقية. نعم. وكذلك الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، بالإضافة إلى ذلك واللي سهل علينا الموضوع أكثر، هنالك تنسيق عالي بين الشركتين باعتبار انه هو تابع جهه واحده اللي هي وزاره النقل العراقيه، بعد ما كانت يعني المطارات تدار من قبل سلطه الطيران المدني. نعم. هذا الموضوع سهل لنا الكثير من الامور، ويعني وسخر لنا بعض الاجراءات ايضا من خلال التنسيق مع الجهات العامله في مطار بغداد الدولي. ايضا كان هنالك يعني تنسيق عالي جدا مع هذه الجهات فيما يخص زياده كوادرهم لعمليه التفويج العكسي. هو التفويج العكسي، انا بسال حضرتك شنو ابرز استعداداتكم للتفويج العكسي؟ مطاراتنا مستعدين لها وجاهزين، كوادرنا ايضا جاهزين، استنفار عالي بما يخص الخطوط الجويه العراقيه، تم تهيئه وتجهيز طائره التربل 7 اللي هي واسعه البدن، كذلك طائره الدريم لاينر المعروفه بطائره الاحلام، ايضا طائره الماكس، وهذه ايضا من الطائرات المهمه والحديثه، بالاضافه الى الطائرات الصغيره الحجم او اللي تاخذ يعني ركاب اقل، راح تكون هنالك توجه للمطارات الاخرى مثل مطار النجف السليمانيه وغيرها من المطارات الاخرى. اما مطار بغداد راح يكون هناك تركيز عليه من قبل هذه الطائرات واسعه البدن. نعم. بشكل عام مهيئين وجاهزين لهذا الموضوع. بعض المسافرين وخاصة الحجاج أشكلوا على تأخر الرحلات وتغيير مواعيدها، يعني هذا يعتبر عائق بالنسبة هل ستتلافى وزارة النقل هذا الخطأ؟ هذا الموضوع أعتقد هو موضوع قديم وجديد، إحنا وزارة النقل فيما يخص عملية التفويج باتجاه المملكة العربية السعودية لم تشهد ولا حالة واحدة حالة تأخير. نعم. ولم يكن هناك أي مشكلة. الموضوع اللي ذكرتي حضرتك يرجع لأيام العمرة لما كان هناك توقف لشركة فلاي بغداد، يعني مما زاد يعني الضغط على الخطوط الجويه العراقيه، وقدرت انه تعالج مشكله شركه اخرى مو الخطوط الجويه العراقيه، وايضا نجحنا بهذا الموضوع وكان تحدي. اما فيما يخص التفويج الحمد لله رب العالمين لم تسجل ولم تؤشر اي حاله واحده سلبيه. يا الله. طيب كيف وفرتوا بالمستلزمات والطواقم الكافيه لاستيعاب الحجاج العائدين من الديار المقدسه؟ عمليه التهيئه والتجهيز، تعرفون حضراتكم كان هنالك ملف معقد هو الملف الحظر الاوروبي. نعم. احنا مستعدين له، يعني كنا نتعامل ويا مستلزمات ومتطلبات الحظر، رفعت من يعني امكانيات الشركه العامه للخطوط الجويه العراقيه، بحيث لما وصلنا لموسم الحج لقينا احنا قاطعين شوط سواء فيما يخص الاداره وما يخص الاتمته وما يخص ايضا الطائرات العاطله اللي عادت للخدمه وحتها التربل 7 اللي هي راح تشارك او شاركت بعمليه التفويج والتفويج العكسي ايضا راح تشارك به، فكان هنالك ايضا تجهيز مو فقط للحج وانما بشكل عام، لكن الحج له خصوصيه. ايضا وزاره النقل وضعت خطه في مطار بغداد الدولي راح تنسجم مع عمليه استقبال الحجاج، اهمها وابرزها التنسيق مع هيئه الحج فيما يخص توفير باصات. هذه الباصات حسب الاعداد اللي وصلتنا اليوم راح يكون من 110 الى 160 باص لايصال الحجيج من يعني المطارات الى محل سكناه. طيب هذه كلها اللي حضرتك هسه ذكرتها النقاط المهمه من نقل في المطارات، من نقل بري وهذه الامور، هل هذه ستضيف نقاط الى العراق حتى يرجع العراق الى مكانته الدوليه فيما يتعلق بالطيران او بوزاره النقل حتى يصبح مكانه جديده للعراق غير المكان السابق؟ مع بدايه يعني استلام وزاره النقل لاداره المطارات كان هنالك اعاده تنظيم وترتيب لاوراق المطارات سواء الامور الاداريه وكذلك الفنيه، بالتاكيد كان هنالك عده اجتماعات اشرف عليها السيد رئيس مجلس الوزراء وكذلك السيد وزير النقل وعدد من المسؤولين العراقيين المختصين في مجال الطيران، كان هناك عده لقاءات مع مؤسسه الاي اف سي وهي مؤسسه تابعه للبنك الدولي وهي مؤسسه التمويل. هذه كم تم تكليفها باعداد تقرير حول تطوير مطار بغداد الدولي فيما يخص اما تطوير المطار او بناء مطار جديد او توسعه المطار وتاهيله مره ثانيه، كان هناك ثلاث خيارات تم اختيار احد هذه الخيارات اللي هو ان يكون هنالك بناء مطار مع توسعة المطار الحالية. وهذا يعني بناء مطار مع توسعة المطار. نعم. راح يكون هنالك توسعة للمطار مع التأهيل. هذا الخيار بالتأكيد احنا حاسبين حسابات ان يكون هناك زيادة بعدد المسافرين بالعراق اللي يصل الى مدات يعني او مستوى عالي جدا يصل الى 9 إلى 8 مليون مسافر سنويا،
بالإضافة إلى ذلك يعني وزارة النقل تعاملت مع موضوع المطارات بجدية كاملة، كان هناك إشراف من قبل السيد وزير النقل، مو فقط مطار بغداد الدولي، احنا عندنا العدد من المطارات أيضا مثل مطار البصرة، مطار الناصرية اليوم اللي نسب الإنجاز بدأت تصاعد به آخر مرحلة، يعني آخر مرحلة وصلت به 28% من نسب الإنجاز. بالتأكيد أنه مطار بغداد إلى خصوصية تعاملنا ويا واقع حال، ايضا اهلنا المطار فيما يخص القضايا الخاصه بالمطار في مثل المرافق الصحيه وغيرها، وايضا بطريقه التعامل مع المواطنين من قبل الجهات العامله بالمطار وكذلك من قبل موظفي الشركه العامله. هذه كلها النقاط اللي حضرتك ذكرتها، هذه تضيف نقاط الى العراق لرفع الحظر الاوروبي؟ بالتاكيد الملف الحظر الاوروبي له علاقه بالشركه العامله لخطوط الجو العراقيه وله علاقه بسلطه الطيران المدني. خطوط الجو العراقية عملت بأكثر من اتجاه، الاتجاه الأول أن يكون هنالك تواصل مباشر مع الآياتا، كان هنالك يعني اتفاق على أن يكون هنالك لقاء وجلسة بالأيام القليلة القادمة بين الشركة العامة لخطوط الجوية العراقية وإدارتها وكذلك ممثلي الآياتا فيما يخص موضوعين مهمين اللي هو الحصول على الأيوسا اللي هي الجهة التدقيقية لتقديم ملاحظات حول رفع الحظر الأوروبي وكذلك للحصول على شهادة التي سي او واللي هي تمكن الخطوط الجوية العراقية من الطيران من خلال كوادرها، وهي أيضا مرحلة متقدمة من مراحل رفع الحظر الأوروبي. لا. بالإضافة إلى ذلك كان هنالك عدة ملاحظات تعمل عليها الخطوط الجوية العراقية وعملت عليها، احنا أيضا نعمل على خطة توحيد الأسطول الخاص بالخطوط الجوية العراقية، أيضا كان هنالك طلب من قبل الأياتا بأن يكون هنالك الشركات أو يعني خلينا نسميها اكو بعض الامور اللي لها علاقه بتقديم الخدمات للطائرات، الخدمات الارضيه او غيرها او الشحن، ان تكون خارج الهيكل التنظيمي للشركه العامه للخطوط الجويه العراقيه. بالتاكيد يعني احنا عاملين على هذا الموضوع ونعمل انه يكون هنالك تطبيق للمعايير وايضا تطبيق لمتطلبات السلامه اللي طالبت بها الاياتا، وايضا يعني احنا قاطعين شوط طويل جدا اللي هو 80% تقريبا من متطلبات الايات. طيب هذه المفاوضات وهذا الاجتماع اللي قلت لي سيعقد خلال الايام القليله المقبله، تتوقع انه راح يرفع الحظر عن الطيران لو العراق بحاجه الى بعض الخطوات التكميليه لانه التركه كانت ثقيله؟ خلينا نكون واقعيين اكثر، احنا نتعامل مع المتطلبات وفق ما يريدونهم، يبقى عمليه التطبيق احنا مستعدين للتطبيق. أي. عمليه التقييم من قبلهم ايضا تحتاج الى متابعه اكثر بعد. احنا رايحين بهذا الاتجاه. قدر عمليه التدقيق منهم تحتاج الى متابعه، متابعه منهم؟ متابعتنا احنا ايضا. نعم. احنا كوزاره النقل عندنا شركات، هذه الشركات يحتاج الى تدقيق ايضا من قبلنا. هم ايضا احنا نشوف الفتره الاخيره انه هناك جديه بالتعامل مع الملفات. بصراحه هو مو دعايه لحكومه الخدمات، لكن الانجازات اللي تحققت خلال هذه الحكومه هي ما تشبه الانجازات الاخرى. بل للاسف يعني كان هناك بعض الاخفاقات واللي احنا ما راح ننسبها لجهه معينه او نعم. او حكومه معينه بقدر ما نقول انه كان الملف الامني هو الطاغي على الوضع بالعراق، لكن الان هو الوضع الاقتصادي هو اللي مسيطر طبعا. طيب. فاحنا نعمل على انه يكون هنالك تقديم خدمات للمسافرين وكذلك تاهيل مطاراتنا. بالتاكيد احنا يعني كات 2 فيما يخص مطار بغداد الدولي، نطمح ان يكون كات 3 اللي هو ضمن المطارات العالميه. طيب. يعني نتحدث الآن عن خطة وزارة النقل خلال عيد الأضحى. نعم. ماذا أعدت وزارة النقل لهذه المناسبة؟ أكو موضوع لازم نعرج عنه، أنه الجهات أو المؤسسات الحكومية لما يكون هناك تنظيم إداري بها سنة بعد سنة ما تحتاج أيضا يعني خلينا نسميها متابعة جدية أكثر. زين. يعني ما نقول أنه إحنا نخلي الحبل على الغارب، لكن لما عملت حكومة الخدمات على تنظيم بعض المواضيع مثلا النقل الجماعي، لما كان هنالك عدد 29 خط فاعل في بغداد وكذلك بعدد من المحافظات، لما تجي مناسبات مثل مناسبه العيد وغيرها احنا ما نحتاج هنا نجي نحشد، اصلا هو نفس الخطوط موجوده، هذه الخطوط يعيد التركيز حتى نبسطها للمواطن. نعم. هذه الحكومه اسست لشيء ثاني. نعم. أكيد. اسست لشيء منظم. هو هذا اللي شكرا. نعم. لكم للمساعده طبعا بالتعبير. نعم. هذا التاسيس باوقات الازمات يحتاج لفقط تنظيم بسيط جدا بحيث انه ما توصل القضيه الى قضيه ازمه، قدر ما انه يكون قضيه تفاعل وياها الموظف وفق ما مؤسس له وفق ما يعني تم اعداده سابقا، بالنتيجه هذه الخطط تتطور يعني بمرور الوقت، وان شاء الله حكومه الخدمات راح يكون هناك تطوير اكثر للمشاريع. خطه وزاره النقل لتنظيم حركه النقل والرقابه على النقل في ايام عيد الاضحى المبارك، ماذا عاد؟ هذا الموضوع يتعلق بالشركه العامه لاداره النقل الخاص، وهي ايضا احدى يعني شركات وزاره النقل. نعم. كان هنالك التوجيه لكوادر واقسام هذه الشركه
اللي فيما يخص المرأب، خصوصا المدن المقدسه مثل كاظمية المقدسه وكذلك كربلاء المقدسه والنجف الاشرف وايضا مدينه سامراء المقدسه. هذه المرائب يعني تخضع لسيطره اللجان الخاصه بالشركه العامه اداره النقل الخاص بما يخص ضبط الاسعار وكذلك نظافه المرائب وايضا عمليه يعني صعود الركاب للباصات وكذلك العجلات من خلال يعني النظم الحديثه، وهنالك تركيز مراقب من خلال الكاميرات. الوضع مسيطر عليه بشكل عام والحمد لله رب العالمين، جاي نحقق انجازات متواليه. هذه الحافلات والباصات الجديدة اللي حضرتك قاعد تقولها، كان أكو نقص للأسف من بعض المواطنين في وعيهم من يصعد حافلة جديدة يدمرها وما أعرف شنو السبب أو الواعز النفسي حتى يدمر. هذه قلت اليوم. هذا الموضوع بالتأكيد إنه كان هنالك مشكلة تواجهنا فيما يخص القطارات. أي. وكأنه أصبحت ثقافة لبعض المواطنين إنه هو شلون يصد للقطار ويضربه بالحجارة. وكأنه الموضوع هو موضوع مقصود، لكن بالتأكيد بعد اطلاعنا على الموضوع، الموضوع يعني ثقافة هجينة على الشعب العراقي، ما أعتقد يمثل الشعب العراقي بالتأكيد. لكن فيما يخص الباصات الحمراء لقينا الوضع مختلف جدا، أنه المواطنين يهتمون بهذه الباصات وبالتأكيد أنه هم جاي يشاركون بعملية تنظيفها، وأيضا هنالك يعني ترحيب من قبل المواطن العراقي بعودة هذه الباصات إلى العاصمة. لا تنسون أن العاصمة العراقية بغداد هي من أولى العواصم اللي استخدمت يعني موضوع النقل الجماعي في العالم. هذا الموضوع ايضا راح يتطور وعندنا له خطه، لدينا 600 باص تم تفعيل العديد منها من خلال 29 خط في بغداد. راح يكون هنالك ايضا تفعيل للباصات الاخرى، لا ننسى انه هذه الباصات هي من منشأة عالميه مهمه مثل المانيا. ايضا راح يكون هناك خطه اخرى اللي هي الخطه الاولى تم استكمالها، وراح تبدا الخطه الاخرى واللي هي راح تشمل ايضا الخطوط اللي توصل عدد 72 خط في بغداد وكذلك المحافظات. هذه الخطوط شلون راح تنتشر استاذ ميثم؟ يعني اذا هسه فرضا اريد اروح مثلا من مدينه الكاظميه المقدسه اريد اروح للكراده لحافله، مثلا هذه الحافله تاتي 9 مساء، 8 مساء، 7 مساء، شلون ممكن باسعار طبعا رمزيه طبعاً تناسب المواطن؟ بالنسبه للاسعار اللي جاي تستخدم هي اسعار مدعومه تصل 500 دينار. ال 72 خط هي موزعه على بغداد، راح تكون هناك شبكه نقل. لما يكون هنالك مثلا مواطن يصعد من مكان الى اخر، لما يريد ينتقل من هذا المكان الى مكان اخر ايضا راح يلقى باص هناك موجود. احنا استهدفنا بخطتنا عمق بغداد، بعدين انتقلنا للمناطق اللي على اطراف بغداد باتجاه الشرق، ايضا تم يعني استهداف مدينه الصدر من خلال هذه الباصات. كان هنالك انتهت الحزمه الاولى، الحزمه الاخرى راح تشمل مدينه الحريه وكذلك الشعله. الحزمه الاخرى شو وقت راح تبدا؟ ان شاء الله راح تبدا قريبا، وراح تنسجم مع طبيعه افتتاح المجسرات اللي تقوم بها حكومه الخدمات وكذلك التقاطعات. بعض المدن والمناطق احنا وقفنا بها تشغيل الخطوط لوجود اعمار بها، مجرد انه يكون هنالك افتتاح لهذه المجسرات راح يكون هناك تفعيل لهذه الخطوط، بالاضافه الى خطوط منتظرين تفعيلها بعد العيد مباشره ان شاء الله، راح يكون هنالك دراسه سريعه لهذه الخطوط واعاده تفعيل الباصات الحمراء. كل ما تفضلت به يعني من ما طرح الان وما سيطرح ان شاء الله في الايام القليله المقبله، هل سيساهم بخفض اسعار التاكسي؟ استاذ ميثم غاليه يعني وابو التاكسي الى مزاجيه، يعني ساعه يعطيك رقم في 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 وقت اخر يعطي غير رقم. احنا تركيزنا على النقل العام وتركيزنا على القطاع العام، كان هنالك ايضا رساله من قبل السيد وزير النقل بان يكون هنالك او توجيه من يكون هنالك تركيز على النقل الخاص ايضا، فكانت هنالك دراسه من قبل الشركه العامه اداره النقل الخاص بتفعيل موضوع التاكسي الوطني. هذا عباره عن منظومه متكامله لها علاقه بالمعلومات ولها علاقه بالبيانات ولها علاقه بتقاطع المعلومات ايضا، وكذلك مزود بمنظومه الجي بي اس، وايضا راح يكون لكل محافظه لون خاص بها من خلال التاكسيات. هذا راح اولا يقلل الانبعاثات اللي موجوده، صديق للبيئه، راح يكون يعني هو يساهم بعدم حركه اصحاب التاكسيات في بغداد. نعم. والمحافظات راح يكون هنالك توجه من قبل يعني سائق التاكسي للزبون اللي موجود قريب من عنده من خلال موقع الكول سنتر اللي راح توجه الشركه العامه لاداره النقل الخاص بالتعاقد مع عده شركات. ايضا راح يكون هنالك تقليل لكلفه المواطن لاجره التاكسي اللي راح تكون مراقبه. ايضا راح يكون هناك دورات خاصه بهذا الموضوع فيما يخص التعامل والاتيكيت من قبل صاحب التاكسي. نعم. والمواطن نحاول انه
نغير مفهوم قطاع النقل. هذا شو وقت المشروع يا رنور استاذ؟ احنا حاليا بالدراسات الاخيره، راح يكون هناك تشغيل تجريبي بدايه الشهر المقبل ان شاء الله، وبعدها راح يتم تطبيقه اسوه بالمشاريع الاخرى. نتحدث عن خطوط النقل والسكك المتواجده حاليا لنقل المواطنين في عيد الاضحى، شنو ابرزها استاذ؟ احنا خطوطنا فيما يخص السكك هي خطوط موجوده فيما يخص المناطق الجنوبيه، عندنا قطارات صاعده ونازله الى محافظه البصره، وكذلك مناطق الفرات الاوسط مدينه كربلاء وغيرها. ايضا تم تفعيل عدد من الخطوط اللي تعرضت لعمليات ارهابيه مثل خط بغداد سامراء، اللي تم افتتاحها من قبل السيد وزير النقل قبل مده قصيره. ايضا كان هناك افتتاح لخط قطارات بغداد الفلوجه. الخطوه الاخرى من هذا المشروع الخط راح تكون من بغداد فلوجه مدينه الرمادي. ايضا كان هنالك دراسه وضعت لربط المحافظات الاخرى مثل محافظه العفو مثل مدينه الكوت وكذلك العماره ودياله بالمحافظات الشماليه وكذلك بغداد. تعرفون انه احنا مقبلين على مشروع مهم اللي هو مشروع طريق التنميه، راح يكون هنالك ربط داخلي لبعض المحافظات الاخرى اللي لم تلتحق بالمشروع مع امكانيه ان يكون هنالك استفاده اكثر لهذه المحافظات من خلال الربط الداخلي لهذه المحافظات والاستفاده من كافه مشاريع النقل. اليوم قطاع النقل كل العالم هو مصدر مهم من مصادر تمويل يعني وتعظيم ايرادات الدوله الماليه للدوله، وكذلك يعني عنصر مهم ويضيف طابع ثقافي وحضاري للبلدان. اليوم المواطن يسال عن القطار المعلق، يسال عن مترو بغداد، يقول هذه المشاريع سمعنا عنها كثيرا لكنها يعني لم ترى النور، شنو الاسباب؟ هسه القطار المعلق هو احد مشاريع امانه بغداد، لكن وزاره النقل باعتبارها جهه قطاعيه راح يكون لها دور بهذا المشروع. هذا القطار يعني هذا المشروع بشكل عام تم اعاده دراسته وتم اعاده تطويره ليشمل اكثر من 85% من مساحه العاصمه. نعم. من ضمن الاولويات اللي خلوها بهذا المشروع ان يكون هو القطار يعني على ثلاثه انماط، معلق وكذلك على الارض وتحت الارض في بعض المناطق ايضا. هذا المشروع هو مشروع مهم، راح يكون هنالك ايضا يسوي نقله نوعيه على واقع النقل في العاصمه بغداد. احنا نتمنى من المواطن انه يتحمل حكومه الخدمات اكثر فيما يخص تقديم هذه المشاريع المهمه وعمليه انشائها وعمليه بنائها. العراق ينتظر العديد من المشاريع واهمها هذا المشروع، بالاضافه للمشروع الاخر الرئيسي اللي هو مشروع كربلاء نجف المعلق، قطار كربلاء نجف المعلق، وهذا احد المشاريع المهمه اللي راح يتم عمليه نقل الزائرين بين المحافظتين يعني اعداد كبيره جدا. هذا المشروع ايضا راح يكون يضيف طابع مهم لمدينه كربلاء باعتبارها راح تصير تقاطع لثلاثه مشاريع رئيسيه مهمه، هو خط السكك القديم باتجاه محافظه كربلاء، وكذلك الخط مشروع قطار كربلاء نجف المعلق اللي ممكن انه بالمستقبل يوصل لبغداد باتجاه محافظه سامر العفو مدينه سامراء محافظه صلاح الدين. وايضا راح يكون تكون المحافظه لها علاقه بمشروع طريق التنميه باعتبار هي احدى المحافظات ال11 الواقعة على المشروع. نعم هذا فيما يتعلق بالقطارات المعلقه. المواطن يسال عن مترو بغداد استاذ. مترو بغداد اعتقد هو اللي 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 صار عباره عن مشروع قطار بغداد العفو المعلق او مترو بغداد، هو هذا المسمى اللي لهذا المشروع اللي راح يكون. وش راح يعني هي مشروعين مو منفصلين؟ لا هو المشروع تم تطويره، المشروع بدا يعني حسب المخططات اللي موجوده يشمل اكثر يعني مناطق بغداد. نعم. وكذلك يبي محطات عديده ايضا اعتقد توصل الى 64 محطه. المشروع هو مشروع كهربائي، مشروع يعرفوا العفو مشروع متطور يعني راح يدار بطريقه يعني اوروبيه اللي تعتمد على الطاقه الكهربائيه. ايضا المشروع راح يكون هنالك بقاطرات في اي بي وكذلك قاطرات ذهبيه وقاطرات مناسبه للنساء وكذلك للاطفال وايضا لذوي الاحتياجات الخاصه. تعتمد على الطاقه الكهربائيه استاذ ميثم، وين الطاقه الكهربائيه؟ التطور رايح باتجاه اخر. تعرفون حضراتكم هيش مشاريع راح تجي الباكج مالتها كامل. نعم. لا تتصورون انه احنا راح نربطه مثلا على وايرات السحب او راح نربطه على مثلا على منظومه الكهرباء اللي موجوده حاليا، بالتاكيد المشروع هو مشروع متكامل. طيب. من الالف للياء. ابرز الجهات التي تنسقون معها خططكم شنو هي استاذ ميثم؟ طبعا الشيء الجديد اللي موجود احنا كوزاره النقل وشعرنا به، واحنا حتى على مستوى الاعلام بدينا نتعب يعني بصراحه، اللي هو المراقبه المكثفه من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء شخصيا. نعم. المشاريع الوزارات ومن ضمنها مشاريع وزاره النقل. نسب الانجاز لازم ترسل بشكل اسبوعي يومي، المهم توصل بشكل مباشر للسيد رئيس مجلس الوزراء. متابعه من قبل اعلى الهرم في وزاره النقل اللي هو السيد وزير النقل لهذه المشاريع تعطينا دافع انه احنا نتابع مشاريعنا بشكل مباشر، وايضا من خلال هذه المتابعه يتم تحقيق انجازات متصاعده، وايضا حققنا بعض الارقام القياسيه في عمليه الانجاز خصوصا فيما يخص مشروع ميناء الفاول الكبير واللي وصلت فيه مراحل الانجاز مراحل متقدمه جدا.
يعني باذن الله بدها تقول اكو متابعه من رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني، بدها تقول اكو دعم واكو جهود واكو دراسات واكو خطط موضوعه على الارض، وسترى النور قريبا ان شاء الله. المواطن يسال وزاره النقل ما لها اي معوقات؟ لان بعدين المواطن بصراحه استاذ ميثم هو متفائل جدا وفرحان بهذه المشاريع التي يعني شاهدناها والتي سترى النور، بس يعتب على الوزارة يقول لها خاف الوزارة تقول بعدين مكان عندنا نقص، مكان عندنا معوق. يا ريت لو المواطن يكون على بين احنا لما اكو معوقات اليوم، احنا لما نجي نسوي الامور وردية والامور ماكو مشاكل، هذا الموضوع مو حقيقي. المشاكل موجودة، لكن عملية تجاوز هذه المشاكل وعدم الاعتماد على الروتين هو اللي يحقق انجاز. لما اجينا وشفنا مشاكل بوزارة النقل، ما نبقى احنا حسب توجيهات السيد الوزير ما نبقى نبحث عن هذه المشاكل ونعوف مشاريعنا، احنا نستمر بمشاريعنا الاستراتيجيه والخدميه ونتابع هذه المشاكل ايضا ونعيد تنظيمها، مثل الحظر الاوروبي مثلا في الخطوط الجويه العراقيه، ملف المطارات حاليا احنا اليوم لما نجي نقول عندنا 24 طائره عاطله بالخطوط الجويه العراقيه ويتم اعاده 9 طائرات خلال عام تقريبا، وباقي عندنا تقريبا 6 طائرات لنهايه العام. نعم. يبقى عندنا 9 طائرات، 4 منعتن هن اصلا ما بهن دراسه جدوى، فراح يكون عندنا 5 طائرات عام 2025. احنا يعني مصرين انه يرجع كلهن للخدمه، لما تيجي وتلقى 24 طائره عاطله وتعيد اكثر من نصف من هذه الطائرات للخدمه، لما تيجي وتلقى مشاريع ميناء الفاو هي نسب متدنيه وتجي ترتفع بهذه النسب وتوصل لنسب يعني اليوم استكمال مشروع الارصفه الخمسه، الشهر العاشر من هذا العام راح نستلم الارصفه الخمسه بشكل عام، المرحله الاولى من ميناء الفاو راح يتم استلامها عام 2025، نسب التصاميم الاوليه لمشروع طريق التنميه فيه يعني نسب عاليه جدا، هذا كله اجى من خلال المتابعه. إذن المعوقات هي مو معوقات انيه، حتى المواطن يفهم المعوقات هي تركات سابقه. نعم. بداتم بمعالجتها واضافه المشاريع في هذا الحكومه. بالتاكيد التركه ثقيله كانت وايضا ركام من المشاكل، قدرنا نتغلب على اكثرها ونعاني بالتعامل معها، لكن هذا ما وقفنا عند امام مسؤوليتنا تجاه شعبنا. بالتاكيد احنا ماشيين بمشاريعنا، ايضا اليوم الشركه العامه للنقل البحري استغل منبر يعني استثمر منبركم ويحكي عن هذا الموضوع، بدات تخطط لبناء 13 باخره لاسطول الشركه العامه للنقل البحري، وهذا راح ينسجم ايضا مع المشاريع المستقبليه فيما يخص طريق التنميه وكذلك ميناء الفاو. اليوم احنا نفكر بزياده اسطولنا البحري وزياده اسطولنا الجوي، ايضا باحياء ملف النقل الداخلي فيما يخص القطارات وكذلك مشاريعنا الاستراتيجيه الدوليه مثل مشروع طريق التنميه. طيب المواطن يسال عن التاكسي النهري. نعم. ليش وزاره النقل ما تفعل؟ بالعكس التاكسي النهري مفعل عندنا في 5 محافظات اللي هي محافظه البصره في منطقه الكورنيش وكذلك منطقه القصور الرئاسيه، ايضا في محافظه النجف الاشرف في مدينه الكوفه، في محافظه بابل فعال ايضا، عندنا دراسات لتفعيل المشروع في مدينه يعني صلاح الدين محافظه صلاح الدين وكذلك محافظه نينوى باعتبار انه منسوب المياه مرتفع، وكذلك في محافظه ذيقار الاستفاده من عده من خلال السياحه وغيرها، اما في محافظه بغداد تعرض المشروع لمشكله مهم يعني مشكله كانت سبب بايقاف المشروع، ايضا عدت وزاره النقل خطه لحل هذه المشكله، كان هنالك لقاء قريب جدا العفو كان من الايام القريبه جدا كان هنالك العفو الايام الماضيه كان هنالك نعم لقاء مع ممثلين عن وزاره الموارد المائيه وكذلك القوات الامنيه لوضع حلول لمشروع طريق العفو المشروع التاكسي النهري. ان شاء الله هذا المشروع ماضي نحو هذا شنو بدينا نشخص يعني محطات جديده. نعم. يكون هنالك عمليات نقل لمسافات اطول في بغداد. نعم. هذا ايضا يعتمد على ارتفاع منسوب المياه، وايضا احنا كوزاره النقل خاطبنا الشركه العامه للنقل البحري. نعم. بتزويدنا بعدد الزوارق اللي ممكن اضافتها الى بغداد وتفعيل الخط بشكل مباشر. شكرا جزيلا مدير المكتب الاعلامي لوزاره النقل السيد الاستاذ ميثم الصافي، حياك الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نسال الله لك عيدا سعيدا ومباركا ان شاء الله، وكل عام وانت بألف خير. اذا مشاهدينا راح نتحدث الان عن العروض الخياليه لشركات السياحه الوهميه واللي يذهب ضحيتها عشرات السياح في كل مناسبه. رح نفتح وياكم هذا الملف بالتحديد بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. تزامنا مع حلول عيد الأضحى والعطلة الصيفية للمدارس، يلجأ أغلب العراقيين إلى السفر داخل وخارج البلاد، ليقع الكثير منهم في مصيدة نصب واحتيال من خلال حجوزات سفر وإقامات وعروض مغرية من قبل شركات وهمية غير مجازة التي تجاوز عددها أكثر من 500 شركة.
حاله السياحه السفر والسفر، شافوا انه الناس على اقبال شديد لتغيير الجو بمناسبه العيد، فمعظم العوائل توجهت للمكاتب حتى تريد تغير جو. تفاجئوا انه الفساد والنصب والاحتيال وصل لهذا المكان اللي هي مكاتب السياحه والسفر، اللي اغلبها غير مجازه وغير خاضعه الى المراقبه والتفتيش من قبل الدوله. فنشوف اليوم اخر شيء فضيحه انه شركه احتالت على المواطنين تقريبا 500 مليون دينار. مسافرون طالبوا الجهات المعنيه بوضع حد لهذه الشركات، مطالبين وزاره السياحه بغلق هذه المكاتب الوهميه التي تستحوذ على اموال المواطنين من خلال تقديم العروض والتخفيضات الوهميه لجذب المسافرين. مو بس هاي الشغله، حتى شغلات العمره ما عمره، يعني اكو ناس مثلا خطيه هم تعطي فلوس مع العمره وهم راحت فلوسها. نطالب يعني وزاره الداخليه وزاره السياحه ان يخلون فتحد لهالظاهره، ظاهره انه التلاعب على المواطن واخذ المبالغ الكبيره منها وبعدين تطلع هاي الشركات وهميه. تعمل بعض شركات السفر الوهمية على جذب المواطنين من خلال برامجها الإعلانية على مواقع التواصل بعروض مغرية لا تطبق عند السفر، ليقع المواطن ضحية احتيال تلك الشركات. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور الحديث في ملفنا الثاني راح يكون مع الخبير في مجال السياحه الاستاذ الحقوقي توفيق العقيلي، حياك الله وكل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير وصحه وسلامه وربي يديم الفرح والاعياد والوحده على العراق، الامن والامان على العراقيين والعراق ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ. ابدا معك من الشركات الوهميه اللي باتت تنصب وتحتال على المواطنين العراقيين بتقديم عروض مغريه للغايه، يقدم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي كل بياناته ويحجز لكن يلقاها مجرد وهم، هذا كله ماكو. اليوم منو يتحمل المسؤولية ومن يحمل المواطن حتى ما يوقع في هذا الفخ؟ ابتداء احنا موضوع الشركات الوهمية او اي نشاط تجاري، نعم، ممكن يكونون يعني ناس دخلاء عليه او يستغلون بعض الثغرات القانونية ويحققون ارباح غير مشروعة ومزاولة المهنة غير مشروعة. لكن الشطر الأهم بالسؤال هو من الجهة المسؤولة عن لمنع مثل هذه الحالات؟ نعم. احنا عندنا قانون هيئة السياحة رقم 14 لسنة 96 المعدل، حدد بهذا القانون الجهة المسؤولة عن القطاع السياحي والمشرفة على هذا القطاع، وهي اللي تمنح الإجازة للشركة، وهي اللي تتابع نشاط الشركة، وهي اللي تتابع النشاط السياحي بالعراق كاملة. زين. فإذا أكو جهة مسؤولة رسميا على أي نشاط سياحي. هذه الجهة شلون تقدر تنفذ أعمالها وتسيطر على شركات سياحية وهمية أو شركات حتى الشركات السياحية اللي المجازة؟ من خلال مجاميع تفتيشية ورقابة. هل المفروض هنا أكو رقابة قطاعية، يعني مناطق توزع على شكل مناطق محددة، هاي يشكلوا لها مجاميع تقوم بالتفتيش. فإذا أكو شركة مفتحة جديد المفروض تسأل هاي الشركة من خلال هذا الفريق التفتيش إنه وين إجازتك وشون فتحتي كذا. هذا الجانب الأول. بس هل يا ترى هيئة السياحة عندها الملاكات والكوادر الكافية اللي تغطي هاي المساحات هاي المحافظات؟ هذا استاذ توفيق هي بالالاف، ومو شرط تكون اكو رقابه قطاعيه لان هي كلها على الانترنت بمعلومات وتمويل يعني وهمي مو حقيقي. اذا ننتقل اذا من يساعد هيئه السياحه، انا مو بس هيئه السياحه، المفروض عندنا جهات رقابيه اخرى اللي هي الشرطه السياحيه، وزاره الداخليه، عندنا الامن الوطني، هذني نشاطات اذا انت تستخدم وسائل الاتصال الاجتماعي اللي هي الانترنت، والانترنت المفروض يكون مراقب من الجهات القطاعيه والجهات الامنيه. المفروض اكو فد نوع من التواصل بينها الجهات القطاعيه. ليش؟ اي نشاط يصير به تواصل معلوماتي بحيث انه من يجي ابو شركه يعلن عن نشاط عن سفره او كذا، هذا ابو شركه مفروض ابو الامن الوطني او وزاره الداخليه
من خلال رصد هاي الشركات يتصلون بالسياحة، هذا الشركة مجازة ما مجازة. زين ليش ماكو تنظيم أو ربط أو اتصال بين وزارة السياحة وبين هذه ممكن يكون الشركات؟ يعني شركة تيجي تنطيك عروض مغرية وهي وهمية طبعا ما لها أي أساس، السياحة ليش ما تراقب هذه الشركات؟ ليش ما تسألها؟ هو هنا السؤال، هل إنه هاي الشركات من خلال هيئة السياحة، ما احنا قلنا على مود نكون منصفين بالطرح، هيئة السياحة مسؤوليتها الرقابة، إذا احنا حملناها المسؤولية الرقابة لو منح الإجازات. لا احنا دا نقول ذولا شركات دا تمارس بدون إجازة، يعني مراحل هيئة السياحة. زين. فهيئة السياحة هنا للي دا يمارس النشاط بدون ما يروح لها وياخذ إجازة، هنا المفروض هيئة السياحة، يعني بالبداية قلت اكو فرق تفتيشية المفروض مغطية مناطق بغداد او المحافظات، فأي شركة لها موقع جديد، الشركة اللي ما ماخذة إجازة من وزارة السياحة هاي شنو عقوبتها؟ المفروض هنا هو قانون العقوبات، أي نشاط بدون إجازة قانون العقوبات يعرض للمساءلة القانونية. ايش قد تصل عقوبة الشركة اللي ما ماخذة إجازة وتنصب وتحتال على المواطنين؟ مهنا لا، هنا دخل أكثر من فعل جرمي بالموضوع، أكثر من أي فعل. هسا حضرتك شفت أكو شركات ناصبوا على المواطنين ماخذة كل فلوسهم بتقديم عروض مغرية حول الفنادق حول البوفيه كل هذه، وتفاجأ المواطن أنه كلها هاي معلومات وهمية لا صحة لها. مثل هاي الشركة أول شيء فتحت هذه الشركة بدون إجازة. نعم. وبدون الحصول عليه، وهذا جرم أول. جرم الثاني أخذت من المواطنين فلوس بدون وجه حق، نصب واحتيال. نعم. يعني ممكن تكون ثلاث جرائم في 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 فعل واحد، هاي قانونيا شنو عقوبته؟ القانون هنا يعاقبها، يعني العقوبات راح يخلي اعلى عقوبه وين بيا جريمه منهم ويصدر عليهم العقوبه، بس هو انا مو محل العقوبه هنا اصلا، احنا بمحل منع هذه الظاهره. يعني احنا المفروض تتكاتف الجهود القطاعيه بالوزارات المختلفة لغرض منع هاي الظاهرة. إن كان شركات هاي عندها استعداد إنه تأخذ إجازة، فأنا متأكد إذا تروح تكمل أوراقها عند هيئة السياحة، وهيئة السياحة راح تعطيها الإجازة المطلوبة. أما إذا ما يريد يطلع إجازة، فالمفروض هنا نرجع ونقول الجهات الثانية، الجهات الأمنية والجهات القطاعية. هو طبعا ما يريد يطلع إجازة، احنا لا نتحدث عن كل الشركات، على الشركات اللي تريد تنصب على المواطنين. هنا يصير دور الجهات الأمنية مع الجهات السياحية القطاعية تكون مسؤولة مسؤولية مباشرة ومسؤولية قانونية أيضا على هاي الشركات. لأنه من خلال متابعة حضرتك، وين العراقيين يحبون يسافرون؟ زخم السفر بالنسبة للعراقيين من وإلى وين؟ يعني أنا من خلال 40 سنة بالقطاع السياحي، العراق هو صح بلد مصدر للسياحة. نعم. بس بنفس الوقت العراق كان بلد مستورد للسياحة. احنا الآن والعملية اقتصادية، يعني أباوحة من زاوية وأباوحة من زاوية أخرى عملية ثقافية اجتماعية. الآن مقومات السياحة بالعراق موجودة، وما يعني مو نقعد، يعني كل العراقيين يعرفون شنو بلدنا، ايش غني بيمن الآثار، السياحة الدينية، تاريخيا عندنا، حتى طبيعيه، ترى سياحه طبيعيه. صحيح. بس نحتاج الى استثمار حقيقي بالسياحه. هذا الاستثمار هو اللي يخلي السياحه الداخليه تنشط. يعني مو بالضروره السائح العراقي او المواطن العراقي اللي يطلع تركيا او ايران او يطلع سوريا او لبنان او الدول الأوروبية. خلينا نكون منصفين يا أستاذ، هنا درجة الحرارة 50 و51، منو يقدر يروح يكون سائح بالعراق تحت هذه الحرارة؟ عندنا 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 مواسم بالعراق أجمل من أوروبا، مو بالضرورة اليوم اللي أجيب السائح بالشتاء بالصيف أكو عندي شتاء وعندي ربيع، مو فإذا إحنا متى نشوف واقع السياحة مفعل بطريقة صحيحة بالعراق؟ هنا راح نتفق أنا وياك. زين. إذن نحتاج إلى وضع خطط سياحية لاستثمار سياحي نشط وواعد. شلون؟ هذا مسؤولية الجهة القطاعية، الاستثمار السياحي. يعني هسه إحنا من نجي نشوف الفنادق القائمة الآن دا تستثمر، ليش؟ لأنه أكو بيها مردود اقتصادي، أكو ممكن مو. إذا المناطق السياحية اللي عندنا والتاريخية، بابل، هاي بابل اللي الآثار، إحنا إيش نحتاج؟ نحتاج مواقع سياحية، منشآت سياحية
تساعد انه السائح يجي يتواجد. مو بس منشآت، تحتاج فنادق، تحتاج هو 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 المنشأ، هو اقصد المصطلح المنشآت اللي دا استخدمه يعني السياحي يعرف ايش اقصد المنشآت. المنشآت السياحيه المطعم والفندق يعني ودار الاستراحه طبعاً. طبعا اي نوع من المنشآت هاي تساعد على بقاء السائح لفتره طويله مع توفير خدمات بالمكان اللي يحتاج. باعتبارك متخصص العراق في فصل الصيف وهاي درجات الحراره اللي هي اكثر من 50 الى طيب. وين يتجه استاذ توفيق؟ يعني وين اكثر الوجهات يسافر لها المواطن العراقي؟ هو عندنا الاقليم يعني الاول شيء يفكر به الاقليم زين، ثم يبدا يفكر بالدول المجاوره. عندنا الان ايران يعني الجمهوريه الاسلاميه حقيقه موضوع السياحه الترفيهيه اخذت الان مدى واسع. يعني كان قبل يعني سنتين كذا كان عندنا سياحه دينيه بايران، الان صار عندنا سياحه ترفيهيه وخاصه عن مناطق شمال ايران. شمال بالضبط في شمال ايران وكو قبال سياحي، يعني العراقيين دا يصير قبال لهاي المناطق كلش عالي. ثم عندنا تركيا، يعني هذا تركيا السياحه اللي صارت منها ترى من خلال دعايه والاعلان اللي صار المسلسلات التركيه اثرت تاثير قوي جدا بتنشيط الحركه السياحيه. اذا المسلسل قدر ياثر ويجيب كومه فلوس لتركيا من خلال، اذا احنا اليوم نحتاج الى الدعايه، نحتاج الى توضيح الواجهه الحضاريه للعراق. تتفق له ولا؟ هذا متفق وياك، يحتاج الى انه من يقوم بالعمل السياحي متخصص ويعلم ماذا يريد. يعني يكون قدامه شيء اسمه خطه، خطه سنويه، خطه خمسيه، يجعل من السياحه مورد اقتصادي، يجعل من السياحة تحقيق الجانب الترفيهي، تحقيق الجانب الاجتماعي، وتحقيق الجانب الثقافي. السياحة بالعراق ايش قد حققت من اللي انت قاعدة تتحدث فيه بصراحة استاذ؟ ستي احنا خلينا نكون منصفين، يعني على مود لان يعني القطاع السياحي ايش وقت حس انه هو بأمان واستقرار؟ هذا السؤال، وليس ايش قد حققت، لانه على مدى السنين من حروب ودمار والزيتون اللي 40 50 سنه الى داعش لعنه الله عليهم العراق سينعم باستقرار. بدت وزاره السياحه بوضع الاسس المتينه اللي بدات بهذه المشاريع. هل 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 ها هنا انا عشان اتفق جدا انه يا القائمين بالقطاع السياحي، صار لنا سنتين العراق في استقراره، والله يديمه ان شاء الله على العراقيين وعلى العراق. المفروض الان نبدا بخطوات واضحه، مثل ما الان جسور واضحه فق الاختناقات، المفروض يا القائمين على القطاع السياحي تفضلوا يا الشعب، هاي خططنا، سياحه بالعماره، سياحه بالناصريه، سياحه بالسماوه، سياحه بالانبار، يعني وكلها ممكن. وكل محافظة عندنا أحلى شيء، الأجمل شيء بالعراق هو كل محافظة تتميز بنوع من السياحة. أرسلك اليوم أنا أريد أحجز على شركة السياحة حتى أسافر لمنطقة معينة، نعم. شلون أقدر أعرف هذه شركة حقيقية لو هذه شركة وهمية؟ شلون أقدر أعرف هذول راح ينصبون علي لو لا؟ ست احنا سبق وأنه يعني المفروض هاي الثقافة عند المواطن، نعم. من يدخل للطبيب مو يقرأ أول مرة القطعة مال الطبيب وشهادته، مو بكل تأكيد زين، مو يسأل على الطبيب قبل ما يروح له. بس مو الكل، أكو أطباء خوب أنت تسمع عنهم بس هم بالحقيقة يعني كل شيء ما يفتهمون. هسه حتى أكو أطباء وعيادات وهمية خلينا طيب نقول. إذا خلينا نقول، إذا نسمع بس أسأل سؤال، هو أكو شيء اسمه هوية، هاي الهوية تدخلين للشركة تلقين المفروض اكو المواطن يدخل يلقى اكو هوية اجازة ممارسة مهنة مكتوب باللي على الجدار، المفروض شرط من شروط الشركة تعلق هاي في المكتب وعلى مكان واضح للزبون حتى يتأكد منها المواطن. يقرأ اجازة ممارسة مهنة، يقول حتى هاي الاجازة توقع من قبل رئيس الهيئة او من يخوله. فاذا موجودة هاي ومجددة الاجازة إذن شركة صحيحة. وإذا الحجز على الإنترنت؟ الحجز على الإنترنت، إهدى المواطن عليه أنه قبل ما
يحجز. زين هو سؤال، هو حجز على الانترنت، اطى فلوسه بالانترنت لو راح حجز؟ لا راح حجز. اذا المفروض بس عن طريق الانترنت. وكل هذا اللي انت قاعد تقولها ممكن حتى تكون يعني مزوره، خلينا نتحدث بصراحه لان هذه صارت الحادثه. أي. يعني هسه اكثر من 500 مليون فلوسهم مباقت من هذه الشركه. أي. عنده اجازه وكل شيء سليم، راح لقاها وهميه. مو احنا اساسا ايش قلنا؟ قلنا على مود نتجنب هذا الموضوع، كل عمل كل نشاط ممكن تصير به هيك هفوات. زي. ممكن ترى يعني هاي يعني هيك حالات ممكن تصير، لكن استمرارها وقبولها هو المرفوض، والمفروض هنا اكو متابعات مستمره. هسه ايش تنصح المواطن؟ انا انصح المواطن من يريد يتعامل ويا شركه زين خليه يتاكد من هاي الشركه مجازه لو مو مجازه. اذا طاء اجازه وصورها وكذا يقدر يتصل بهيئه السياحه، اكو هيئه السياحه موجوده والوصول اللي سهل. سهل يعني بس انا ما دافع عليهم الرجال طالب بعد 40 سنه طالب. نريد نحقق الاستفاده. لا انا احملهم المسؤوليه انه أي. بمتابعه والتنسيق مع الجهات الامنيه في هذه الشركات. اخطر شيء احنا اليوم هاي الشركات، يعني ايش بس هذا الموضوع، شركه تودي سواح مجانا ما يسال نفسه المسؤول شلون هذا شنو الربح المتحقق من المجانا. اريد من حضرتك تجاوبني باختصار لانه وقت انتهى. اكو جهات رقابيه على الاسعار، لانه هسه اكو شركات ومرافق سياحيه تضرب جدا بالعالي وتستغل المواطن ابشع استغلال. واكو هو شركات تسفر المواطن مجانا. زين هنا المعادله شلون؟ اكو جهات رقابيه على الاسعار. موضوع الاسعار هو الجهه الرقابيه هو هيئه السياحه. موضوع الاسعار اكو كلفه، اكو كلفه، هاي الكلفه شلون تقدر؟ يعني ايش قد كلفه السائح مع ربحيه معقوله؟ بعدين دور رابطه الفنادق والرابط اتحاد شركات السفر والسياحه، احنا دائما ننسى، طبعا هو الدور الاساسي بالموضوع، لانه نعم. المسؤول على الشركات اتحاد نعم. رابطه الشركات اللي المفروض هو المسؤول على هاي الشركات وسلوكها وبيعها وتصرفاتها. الخبير في مجال السياحه الحقوقيه الاستاذ توفيق العقيلي، حياك الله وكل عام وانت بالف خير. نشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من هذه الاذاعه. تشرفت بوجودي، كل عام وانت بالف خير. وانت بالف خير، شكرا جزيلا. اذا ختام حصادنا بموجز يلخص ابرز اخبارنا المحليه لهذا اليوم.